الطموح الأكبر والوصول إلى العالمية ووصول الكابتن حسن حمدي طبعا يستحق هذا التصفيق. نروح لمعهد الموسيقى العربية وهذا الاحتفال الذي هو الحسنان الدكتور حسن حمدي، الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي الاثنين جايين مع بعض علشان يكتمل هذا الحضور ذات القيمة العالية جدا في معهد الموسيقى العربية. وهنطلع إلى معهد الموسيقى العربية وحفل القلادة الذهبية لرمزي الأهلي الكبيرين الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. إلى هناك.